الانتخابات المبكرة التي من المزمع إجراؤها هي الحل الأخير والأوحد للشعب العراقي اليوم. نعم، لكن أنا أخشى أنه حتى هذه الفرصة يمكن تفوت، يمكن تضيع، لا ندري بالواقع. هذا يحتاج أولا الطبقة السياسية يجب أن تزول، ولكن مع ذلك نحن لا نستطيع إزالتها إلا بالسبل الديمقراطية، فهي باقية. ما زال هناك من شريحة واسعة من الجمهور العراقي غير مبالية أو هي هل يمكن أن يفرض التغيير على العراق من خارج سيد ضياء؟ ولذلك يمكن أن تستمر هذه الطبقة السياسية، ولكن على الأقل إذا لم نستطع أن نزيعها مرة واحدة فلندفع بها تدريجيا بتقديم البديل الذي يفوز أو يحصل على ثقة الجمهور، لأن الجمهور الآن بالواقع محبط، نعم، وأصبح ربما لا يبالي حتى بالانتخابات ولا يعول على الانتخابات. وإذا كان بعد تشكيل هذه الحكومة إذا شكلت أنه أمامها سنة للتحضير لانتخابات مبكرة، فمن اليوم نعم على القوى وضحت الصورة. سيد ضياء الشكرتشي السياسي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من هامبورغ الألمانية، وعذرا على المقاطعة، شكرا جزيلا لجنبكم الكريم.